مبرهنات بزو. ا بي ينتمي الى زد نجمة اوسيتنان، ا و بي اوليان فيما بينهما، هذا يكافي بانه يوجد U V ينتمي إلى Z أس 2 بحيث A U زائد B V تساوي 1. ده البرهان. نفترض بأن القاسم المشترك ل A و B يساوي 1 حسب الخاصية السابقة. إذا الخاصية السابقة يوجد U V ينتمي إلى Z مربع بحيث A U زائد ب في تساوي القاسم المشترك ل A و B. ونعلم إذن نعلم بأن القاسم المشترك ل A و B يساوي 1، إذن يوجد U V ينتمي إلى Z أس 2 بحيث A U زائد B V تساوي 1. الآن الاستلزام العكسي. عكسيا نفترض بأنه يوجد U V ينتمي إلى Z أس 2 بحيث A U زائد B V تساوي 1. ماذا نعلم؟ نعلم بأن القاسم المشترك ل A B يقسم A، ويقسم كذلك B، فهذا يعني بأن القاسم المشترك يقسم أي تأليفة أو كل تأليفة بين A و B، يعني يقسم A U زائد B V. وماذا نعلم؟ بأن A U زائد B V تساوي 1، يعني أن القاسم المشترك ل A و B يقسم 1. إذن القاسم المشترك ل A و B نعلم بأنه موجب، إذن دائما القاسم المشترك فهو موجب. إذن هذا يستلزم بأن القاسم المشترك ل A و B يساوي 1، لأن الأعداد التي تقسم 1 هي 1 وناقص 1. ولدينا أن القاسم المشترك بين عددين دائما يكون موجب، فالقاسم المشترك ل A و B يساوي 1. مثال: A تساوي 324 و B تساوي 245، تحديد القاسم المشترك ل A و B. إذن سنطبق تذكير أن إذا كان A تساوي B Q زائد R، فالقاسم المشترك ل A B تساوي القاسم المشترك ل B و R. إذن A قلنا هي 324، إذن 324 في القسمة الأقليدية على 245 هي 1 في 245، والباقي هو 97 أو 79. الآن بي آخ، إذن بي آخ بي آخ، إذن 245 تقوم مقام A، إذن 245 نقسمها على 79، إذن هي 3 في 79 زائد 8. إذن الآن أصبحت ب هي 79 و R هي 8، إذن القاسم المشترك بين 79 و 8. إذن دائما 79 مقسومة على 8، إذن هي 9 في 8 زائد 7. الآن B هي 8 و R هي 7، إذن 8 مقسومة على 7، إذن هي 1 والباقي 1. الآن
سبعة واحد، سبعة واحد، إذن سبعة واحد، إذن هي سبعة في واحد زائد صفر. ونعلم بأن القاسم المشترك لأ و ب هو آخر باقي، آخر باقي غير منعدم. إذن القاسم المشترك لأ و ب أو لأ و ب هو واحد. الآن تحديد UV بحيث AU زائد BV تساوي واحد، يعني سنجد UV بحيث AU زائد BV تساوي واحد. إذن حسب مبرهنة بوزو فإنها توجد UV بحيث AU زائد BV تساوي واحد. الآن سنطبق نتائج خوارزمية أوكليديس. إذن النتائج في المرحلة الأولى لدينا أ تساوي واحد في ب زائد 79، يعني 79، 79 تساوي أ ناقص واحد في ب، يعني ناقص ب. بنفس الطريقة ثمانية تساوي ب، ثمانية تساوي ب ناقص، إذن ثمانية تساوي ب ناقص ثلاثة في 79. يعني أن ب تساوي ثلاثة عامل. لدينا 79 هي أ ناقص ب، هي أ ناقص ب. إذن تساوي ناقص ثلاثة أ زائد أربعة ب، هي ثمانية. الآن بنفس الطريقة سبعة تساوي سبعة تساوي 79 ناقص تسعة في ثمانية، تسعة في ثمانية. 79، 79 هي أ ناقص ب، أ ناقص ب ناقص تسعة في ثمانية هي ناقص ثلاثة أ زائد أربعة ب. دائما سبعة تساوي، سبعة تساوي أ زائد 27 أ، إذن 28 أ ناقص 37 ب، الحساب دائما. إذن الآن وجدنا سبعة. الآن واحد هو 8 ناقص واحد في سبعة، إذن واحد هو 8 ناقص سبعة. ثمانية، ثمانية هي ناقص ثلاثة أ زائد أربعة ب، ناقص سبعة قلنا هي 28 أ ناقص 37 ب، إذن تساوي ناقص 31 أ زائد 41 ب هو واحد.
إذن الآن بهذه الطريقة نكون قد وجدنا U و V. U هي ناقص 31 و V هي 41. إذن في الشرح الهدف الأخير هو أن نصل إلى 1. إذن بدأنا من 79 79. إذن نركز على البواقي. إذن الباقي الأول هو 79. 79 يساوي أ ناقص ب، ثم نحسب الباقي الثاني بدلالة أ و ب، ثم الباقي الثالث بدلالة أ و ب، ثم نستنتج آخر باقي الذي هو 1 بدلالة أ و ب، وبذلك نكون قد حصلنا على U و V.